الآن ما تسمح لأحد يمسك إزرارك ويفتح إزرارك، ما تسمح لأحد يتجرع عليك ويفك ثوبك، لكن راح يجي من أيام يقصون ثوبك المغسلة. لكن وش قدمت؟ يعني تسمع أغاني ترسل روابط محرمة، أشياء مكذوبة، إشاعات وكذب على الناس، وش تقول ربي؟ الله يعينك، هنيئا لك يلي محافظ على الصلوات، هنيئا لك يا من تبت، هنيئا لك يا من أكثرت من ذكر الله سبحانه وتعالى، والله أبشر بالخير. فأنت الآن تستطيع حدث مصيرك. يا ذمة يا نار تكفر يا جماعة، لابد أن نغير، لابد أن نتوب، لابد أن نجدد إيماننا وحياتنا مع الله سبحانه وتعالى. والله ما في سعادة ولا في حياة إلا مع الله جل وعلا، والله ما خلق السعادة إلا الله. وش أعدينا بهذا الموقف، هذا المنظر؟ يا جماعة الصحابة يبكون والسلف يبكون على حسن الخاتمة أو سوء الخاتمة. قلبي يقولك مثل السفنجة.